السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. العراق مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية، إمكانات العمل وتحديات الواقع. الشرق السوري احتدام الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات قسد وتحذيرات من الارتدادات على الجوار. حياكم الله. بغية تجاوز مشكلة الإمدادات أو الإمداد لمحطات الكهرباء، يحاول العراق وضع موطئ قدم لإنشاء مفاعل نووي لأغراض سلمية ذات أهمية للعديد من الاستخدامات المحلية، الأبرز فيها إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، غير أن هذه الخطوة بحاجة لمقدمات، أولها الخبراء العراقيين المتخصصين في المجال النووي الذين غادروا البلاد منذ سنوات وأقناعهم بالعودة. هذا الموضوع يمثل التحدي الأساس. وثاني هذه العقبات الحاجة لتطمينات كافية ترسل لصندوق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن استخداماتها راح تكون لأغراض سلمية بحتة، وجميع ما ذكر يرتبط بصناع القرار. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة وبعد استعداد دمشق لقطف مكتسبات الصمود وجهود التسوية السياسية، يلملم مشروع تقسيم أدواته في محاولة لإعادة الدولة السورية إلى مربعات الأزمة الأولى. مع بدء التغيرات الكبيرة اللي تطرأ على الشرق السوري، منطقة النار الإقليمية والعالمية واللي تقترب من النتائج الكارثية بعد احتدام الصراع بين العشائر العربية وقوات قسد، فتشعب الأزمات يضع المنطقة على بعد رصاصة واحدة من إذكاء خطوة الصراع القديمة، وتصل محاذير هذه المواجهة المفتوحة لحرب عربية كردية تتجاوز مؤثراتها ضفاف الفرات. هذين الملفين راح نناقشهم في هذه الحلقة مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفيها الكريمين في الاستوديو، الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، حياك الله دكتور ضيفا كريما. وكذلك ورحب بالدكتور المهندس صلاح الموسوي الخبير المتخصص في مجال النفط والطاقة، حياكم الله دكتور صلاح. أبدأ مع حضرتك دكتور صفوان ونتحدث عن توجه العراق الذاهب نحو المشاريع الاقتصادية والتجارية والخدمية أيضا، يحتم الحاجة بطبيعة الحال لمزيد من إمدادات الطاقة الكهربائية. هنا نسأل، المفاعل النووي هل هو الحل الأمثل برأيك لهذا الطلب المتزايد؟ طبعا أرحب حضرتك وبالضيف العزيز مشاهدين الكرام. من الواضح بالتأكيد أن عملية استهلاك الطاقة في البيئة العراقية تزداد مع مرور الوقت، خاصة العراق يتطلع إلى إنشاء مدن صناعية، 6 مدن صناعية في مناطق مختلفة من مساحة العراق، وكذلك عملية إمداد طريق التنمية بطاقة دائمية يمكن أن تشجع المستثمرين على القدوم للاستثمار في البيئة العراقية، طاقة لغرض أن يكون هناك توجه لدى المستثمرين بالاطمئنان بأن هناك إمدادات مستدامة للطاقة الكهربائية. العراق بحاجة إلى الكهرباء، واستقلال أمن الطاقة يتطلب تنويع مصادر الحصول على الطاقة. نعم، العراق ابتدأ بمشاريع استثمار الغاز المصاحب لغرض توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز العراقي، خاصة أنه حاليا يعتمد على توفير احتياجاته من الغاز بالاستيراد، وكذلك سد النقص لموضوع الكهرباء بالبيئة العراقية. المفاعل النووي من حيث الأرقام هو يتطلب تكاليف أعلى من تكاليف المحطات التوليد الاعتيادية، يعني تقريبا 3 أضعاف كلفة الإنشاء بين المفاعل وبين
المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، لكن تكاليف التشغيل تكون أقل بالنسبة للمفاعل النووي من المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وهي يعني من حيث الأرقام تميل لصالح محطات المفاعلات النووية، لأن فترة الاسترداد يعني بحدود 3 سنوات. عمر المفاعل يمكن أن يستدام إلى أكثر من 60 سنة، في حين أن المحطات التي تعمل بالغاز أو بالنفط تحتاج إلى أو يعني يمكن أن تستمر لـ 12 سنة. بمعنى أيضا الكفة تميل إلى المفاعل النووي، لكن المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة وجود مثلا تسربات إشعاعية أو نتيجة الحاجة للمياه لأغراض التبريد تحتاج إلى مكانات آمنة لإنشاء هذه المفاعلات. طيب. البيئة الآمنة تحدث عنها دكتور، ولكن في حول سلامة هذه الفكرة دكتور صلاح وجد الترحاب بحضرتك. نعم. من الأساس هل هذه الفكرة وسلامتها مطابقة للواقع العراقي؟ يحتاج العراق إلى مفاعل نووي لو أكو خيارات أسهل وأفضل؟ سؤال جميل، أشكرك على هذا السؤال. وطبعا هذا تصميم المفاعلات وتشغيل المفاعلات النووية هي ضمن الاختصاصات اللي احنا بيها. طبعا كثير من الاختصاصات تدخل في الصناعة النووية الطاقة النووية، ولكن الاختصاص الأوحد والأكبر هو يسموه Chemical and Process Engineering، واللي أنا مدرسة في بريطانيا 10 سنين وعندي اطلاع عميق جدا به. يؤسفني أنه يكون مداخلتي قد تكون على عكس ما يفكر الكثيرين من مسؤولين الدولة في هذا الموضوع. كثير أسمعهم يقول الطاقة النظيفة، الطاقة النووية ليست طاقة نظيفة، أخطر طاقة على الإطلاق. أجيب لكم مثال، مفاعل النووي مال أوكرانيا عام 1984، في المفاعلات النووية أكو شيء يسموه رانوي رياكشن، تفاعل غير مسيطر عليه. يعني المفاعل النووي هو لازم يكون مسيطر على الريت اوف رياكشن حتى لا يزيد الحراره وينفجر المفاعل. فصار رانوي رياكشن في المفاعل مال في اوكرانيا، ذاك الوقت كان تابع للاتحاد السوفيتي. فتسربت اشعاعات وصلت الى اسكتلندا، انا ساكن في اسكتلندا اللي هي شمال لندن ب 500 كيلومتر. المسافه بين اسكتلندا وبين اوكرانيا حوالي 2500 كيلومتر، هاي المنطقة كلها صار بها تلوثات في مناطق معينة. احنا عندنا في اسكتلندا بعض الجزر الاسكتلندية وصلتها الاشعاعات بعد 2000 سنة، هاي الجزيرة ما حد يخش بيها. فهذه كلمة الطاقة النظيفة اللي اسمعها مسؤولين مع المفاعلات النووية. عفوا، الطاقة النظيفة او هذا المصطلح ما ينسجم مع المفاعلات النووية. بالضبط. ماذا اذا ذهبنا نحو خيارات افضل؟ عندنا خيارات كثيرة افضل، خيارات كثيرة، بس خلي هذا نشبعه يعني ننقل الضوء عليه بصورة جيدة حتى الآخرين يستفادون، مسؤولين يستفادون، حتى ما يسمى ببعض الخبراء وبعض الاقتصاديين أيضا هم يستفادون من هاي النقطة. المفاعل النووي الآن العالم، روح شوف العالم، جبت السعودية والإمارات. السعودية والإمارات لا أخفيكم سرا، أنا رجل في مجال السياسة من رفاق الأخ الشيخ الغالي هما محمودي من 40 سنة، متابع سياسي وكنت أدز مساهماتي إلى جريدة لواء الصدر اللي كان يشرف عليها يما الشهيد المحراب، يشرف عليها سماحة الشيخ المميز والغالي همام حمودي. السعودية تريد تسوي مفاعلات لأسباب عسكرية. نعم. تشعر أنه إيران قاب قوسين أو أدنى من امتلاك تكنولوجيا التخصيب إلى الدرجة العالية اللي تأهل استخدام اليورانيوم أو مشتقاته بالقنبلة النووية. فالسعودية تشعر أن هذا خطر استراتيجي عليها فتريد تلحق بها، ما له علاقة بالطاقة إطلاقا. فالسعودية الآن باسم البحث خلينا نقول المدني البريء مسرعة جدا في تطوير المفاعلات النووية للحاق بإيران. الإمارات كذلك، الإمارات ليس سرا، الإمارات عسكريا اكبر من حجمها ب 20 مقاط، عدد المقاتلات اللي عندها F-35 وF-16، بلد صغير يعني ما يجي نفوسها بقدر ربع مدينه الصدر، لكن التسلح مالها، التحرك مالتها، فهذا التحرك مالتها من الطاقه النوويه
هو تحرك عسكري بحت لا له ليس له علاقة بموضوع العالم. نقطة مهمة أكرر، العالم خصوصا المتقدم يغادر الطاقة النووية. الآن ألمانيا صفر إنتاجها الطاقة من المفاعلات، عندها مفاعلات راقية، وألمانيا بلد متقدم جدا يستطيع أن يسيطر على المفاعلات بس يغادرها. يجب أن ندرس هذه الظاهرة، لن ندرس ظاهرة السعودية والإمارات، وحتى لو ندرس ظاهرة السعودية والإمارات يجب أن ندرس الجانب السياسي وليس الجانب العسكري. طيب لذلك باختصار هذا الخيار خيار سيء، ولكن اكو نقطة مهمة اريد اضيفها كاختصاص بهذا الموضوع. الطاقة النووية بها استخدامات سلمية كثيرة في المجال، في المجال الصناعي وفي المجال الطبي. الله يستر السامعين، كثير من اللي عندهم سرطان يسموه بالاشعاع يعالجوه بالكيميوثيرابي، بالمواد الكيميائية، طبعا علاج مؤلم وكثير من الاحيان ناجح هو طبعا. والنووي يضيف، ضروري العراق يمتلك تكنولوجيا نووية حتى ينتج هاي يسموها الايزوتوب، اي مشتقات الطاقه المواد المشعه. طيب دكتور، للاستخدامات الطبيه والاستخدامات الصناعيه ايضا. ناقشنا مساله العلماء دكتور صفوان، واحده من تحديات اقامه هذا المشروع هو العناصر البشريه والخبراء النوويون في هذا المجال، اغلبهم غادروا العراق. شلون من الممكن ان نقنع هذه الكفاءات بالعوده للعراق، وبحاله عدم عودتهم شنو الحل؟ يعني الحقيقة العراق نعم فقد كفاءات عديدة بهذا المجال، عملية استقطابهم وإعادة التواصل معهم يمكن أن تساهم أيضا في التسريع بهذا الموضوع. لدينا الجانب المصري يمتلك كفاءات يعني ذات باع مناسب بعملية الشراكة المعرفية، أيضا لدينا العلاقات مع الجانب الفرنسي وإمكانية استثمار هذه العلاقات. طبعا نحن مع يعني إنشاء هذا المفاعل، لكن ظروف العمل تكون ملائمة للإنشاء وليس يعني نعرض البلد إلى مخاطر تسرب إشعاعي أو مكانات غير آمنة. يفترض أن يدرس هذا الموضوع بجدية، لكن عملية يعني المشاركة المعرفية وبناء قدرات جديدة، العراق غني بالكفاءات بالتأكيد يمكن استثمارها. الضيف الكريم لديه مثلا باع طويل في هذا الاتجاه، من الممكن أن يؤسسون رابطة لإعادة الكفاءات العراقية والاستثمار في عملية نقل المعرفة من الجيل القديم إلى الأجيال الحديثة، والاستفادة أيضا من الجانب. فرنسا لا تزال تعتمد على توليد الكهرباء بنسبة 60% على المفاعلات، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني دولة رقم واحد في عملية توليد الكهرباء من خلال المفاعلات، وكذلك الصين واليابان. يعني هناك دول لديها تجارب ناجحة في هذا الموضوع، يمكن استثمار يعني أن نبدأ بخطوة صغيرة من أجل أن تكون محسوبة وبتكاليف معقولة، خاصة أن العراق يتطلع إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية، ويمكن أن يحصل على دعم دولي نتيجة تخفيض الانبعاثات الكربونية، ويمكن أن نرفع من قدرة العراق التصديرية للغاز والنفط عندما نتحول إلى طاقات أخرى، طاقة نووية. وما يدور في ذهني الحقيقة هو استثمار السيليكا لإنشاء ألواح طاقة شمسية. العراق غني بالطاقة الشمسية، يمكن أن تكون بديل ناجح في هذه المرحلة لتعزيز قدرة الاكتفاء الذاتي من موضوع الطاقة. ولدينا يعني صحراء الأنبار والنجف تمتلك هذه المواد الأولية، فإنشاء معمل لصناعة الألواح الشمسية لكي تكون مستدامة، وممكن أن يكون هناك شراكة مع الجانب السعودي لأنهم حاليا ماضين ضمن رؤية المملكة بإنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء للكرة الأرضية والاعتماد على الطاقة الشمسية، فخلق بدائل مختلفة لتوليد الكهرباء واستقلاله وبدراسة رقمية فعلية. مستلزمات العمل يفترض أن تكون مهيئة قبل الشروع بالتنفيذ، يعني الموارد البشرية، طاقة المياه، الأمن، كلها يفترض أن تدرس قبل أن يكون هناك قرار بالشراكة مع يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الجانب الفرنسي في موضوع إعادة إحياء الملف النووي. لكن العراق بالتأكيد بحاجة إلى يعني المضي بهذا الجانب، خاصة لأن هناك فوائد على الجانب الزراعي، على الجانب تقليل التلوث، التغيرات المناخية، الجانب الطبي. طيب. فالفوائد هي أعلى من التكاليف،
ويمكن المضي بهذا لكن بعناية. طيب هذه هي البدائل دكتور صلاح، ولكن في موضوعة المفاعل النووي أيضا العراق ما يقدر يحقق مراده وينشئ مفاعل نووي إلا بعد أن يكون هو في حالة إقناع للوكالة الذرية للطاقة النووية بأنها هذه الطاقة هي الاستخدامات محدودة. يا ترى قدرة العراق على إقناع الوكالة؟ الحقيقة إذا تسمح لي أعرج، سألت سؤال مهم للدكتور العزيز دكتور صفوان قصي حول كيفية نكسب الكفاءات اللي برا. إحنا في بريطانيا أسسنا جمعية عام 2007 اسمها جمعية الخبراء العراقيين في الخارج. الهدف كان تجميع كل الخبرات العراقية من كل دول العالم بالصناعة بالهندسة بالطب، ونجحت هذه الجمعية في استقطاب الآلاف من خيرة الخبراء في كل الاختصاصات اللي انت تتصورها. وسوينا مؤتمر في بغداد برعاية بوقتها الله يحفظه الأخ خالد العطية كان نائب الأول لرئيس مجلس الأمن، ونجح المؤتمر، لكن الدولة لم تهتم به أطلاقا وجو خيرة خبراء العالم. كثير منهم قالوا احنا نقدر نجي ندرس مجانا شهر بكل سنه، وكثير منهم قالوا مستعدين احنا من بلداننا ننطي خبره كل من باختصاصه للدوله العراقيه ومؤسساتها ومستشفياتها مجانا، ايضا مستعدين انه نجيب خبراء عراقيين في المراكز اللي احنا نشتغل بها ندربها. ماكو هيك تجمع. طبعا الاخ عماد العبادي الله يحفظه من لندن هو كان البؤره الرئيسيه لتشكيل هذا التجمع. الدولة لن تتفاعل، ماكو هيك مناسبة رائعة لجمع خبراء العالم بكل الاختصاصات. طيب فهي حابة انبه الدولة ما مهتمة العراقية، وذاك بوقتها ما دام ما كان اكو توجه، ولكن هسه لما يكون توجه اكيد راح تهتم بعودة الكفاءات والخبرات، ولكن في مجال اقناع الوكالة الذرية للطاقة النووية هذه سهلة، هذه انا اجاوبك عليها بدقة. أي دولة تريد تطور طاقة نووية للأغراض السلمية تحت إشراف هيئة الطاقة النووية العالمية فمستعدين، حتى أمريكا بريطانيا كل العالم مستعدين أن يتعاونون وياك على شرط هم يشرفون إشراف مباشر أنه هذا لن يستخدم ولن يطور للطاقة النووية. هذه مسألة طبعا إذا جود نيوز قلت الإنجليزي مسألة جيدة، ويجب أن لذلك احنا نمشي بالمشروع النووي، يعني الاستخدامات الطبية الاستخدامات الصناعية والطاقة اللي تطلع من عنده لا يعتمد عليها بس استخداماتها. وعندنا تاريخ سيء بهذا المجال، إذا كان هذا الموضوع سهل لبقية الدول، العراق يعني تم احتلاله بذريعة وجود الطاقة الذرية، وأيضا لا تنسى قضية الجارة إيران ومشاكلها مع الدول الخمسة زائد واحد في موضوع الطاقة النووية، وبالتالي منطقة الشرق الأوسط لربما الأجواء مكهربة بها حول موضوع هذه الطاقة. أختلف وياك حبيبي، الطاقة النووية بالعراق ليش العالم عاد العراق؟ يطلع صدام حسين شايل بيده تايمر يسموه صاعق اللي يفجر القنبلة بطريقة، قال هذا الصاعق هي أنا القنبلة جاية، زين لما يطلع واحد يحكي بهاللغة هذه طبعا راح يلفت انظار الإنسان الجيد. بينما إذا دولة مثل العراق المقبل يجب أن يكون عراق سلمي، نقول يابا احنا راح نسوي مفاعل، أولا الحجم مالته قليل، ثانيا التخصيب مالته ما يتجاوز 3%، رابعا تحت اشراف العالم وتحت اشراف يطوق كل دول العالم يخلوك تسوي هذا المفاعل. اما اذا انت تروح ايران هسه لا تخفي سرا، ايران متجهه نحو مفاعل لانتاج بلوتونيوم للاغراض العسكريه. طبعا اكو رزسن بحق باطل اكو، فاحنا ما نتجه هذا الاتجاه، احنا نريد نسوي مفاعلات بطريقه سلميه. حجم المفاعل طبعا يقاس بالميجا وات كهرباء اللي يولدها، كميه اليورانيوم، درجه التخصيب، كل العالم لن يعترض. اما اذا انت باش عقب تقول والله احنا راح نوصل نريد نوصل 96%، انا اقول لك تعال تعال اوقف يعاديك العالم كله. احنا ما نتجه هذا التوجه، العراق بحاجه الى ان يبني نفسه، ما بحاجه الى ان قول ذاك لعنه الله يقول يتكاون ويا هذا وذاك. طيب بريد نتكاون وياه. طيب ما دام ان المساله بسيطه دكتور صفوان، بنفس الوقت اللي تفضل به دكتور صلاح حول بساطه موضوع اقناع الوكاله الذريه للطاقه النوويه، نتحدث عن ان الامر يحتاج لمؤشرات القبول الاقليمي والدولي، هل هذا الموضوع صعب لو يحتاج الى حوارات وتنسيق عالي المستوى كي تكون هنالك اتفاقات او تطمينات للدول المجاورة أو الإقليمية أو الدولية بصورة عامة؟ يعني بتقدير المجتمع الدولي داعم لهذا الملف لأنه يرغب بالحفاظ
على إيقاف التغيرات المناخية وإيقاف التصحر. وهناك وفد زار العراق، مؤسسة التمويل الدولي حثت الجانب العراقي على موضوع استقلال الطاقة والبحث عن بدائل مناسبة لتوفير الطاقة من داخل العراق، ودعم موضوع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وأيضا موضوع إنشاء مفاعل يمكن أن يعرض على الوكالة الدولية لكي نستحصل الموافقات اللازمة قبل المضي بهذا الموضوع. إقليميا العراق يمتلك مساحات كبيرة ممكن أن تكون بعيدة عن مراكز المدن للدول المحيطة، وأعتقد بأن تحديد المواقع، هناك الآن أكثر من 20 موقع محدد يمكن أن يخضع إلى دراسات علمية لكي يكون هناك اختيار دقيق لهذه المواقع بالقرب من مصادر المياه وبعيدة عن مراكز المدن، ونحتفظ بموضوع أمن هذه المنطقة وعدم تعرضها إلى أي اعتداء خارجي أو داخلي. عملية يعني الطاقة النظيفة ستساهم، أو الطاقة النووية ستساهم بعملية تقليل الاستهلاك الداخلي من النفط من الغاز، وبالتالي زيادة إيرادات العراق بهذا الاتجاه. وأيضا من الممكن أن نحصل على ممولين لهذا الموضوع، خاصة أنه يساهم في تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على مستوى المحطات الأخرى. تدريجيا العالم يتجه نحو الطاقة التي لا تكون لديها تأثيرات مناخية، وهذا الموضوع يحتاج أيضا إلى أن يكون هناك رسم لاحتياجات العراق من الطاقة الكهربائية. المعدلات الاستهلاك تنمو للطاقة الكهربائية، لكن بتقديري سياسة حكومة السوداني تذهب باتجاه تنويع مصادر الحصول على الطاقة وتحقيق أمن الطاقة من الداخل بعيدا عن عمليات الاستيراد. ظهرت يعني بعد حرب أوكرانيا مع روسيا، بالتأكيد ظهرت أن هناك اختناقات ظهرت في موضوع إمدادات الغاز، وتأثرت أوروبا بهذا الموضوع. فالعراق يحاول أن يكون مستقل من حيث الطاقة ومن حيث المياه، لأن التغيرات السياسية تتأثر بهذه العوامل. أعتقد بأن مو هي تغيرات سياسية دكتور، يعني كل شيء له ارتباط بالكهرباء. واشنطن تلقاها حاشرة خشمها بهذا الموضوع. نعم. والعراق لما يعتبر أن مشروع الطاقة النووية هو نقلة استراتيجية، وهذا المفاعل نقلة استراتيجية في مجال الطاقة، شلون راح نوفر الحماية لهذا المشروع من الضغوط الخارجية اللي تفضل بها حضرتك؟ يعني أعتقد أن شركات التأمين العالمية ممكن أن تساهم في التأمين على هذه المفاعلات بأرقام تستحق أن يكون هناك ضمان دائمي بعدم الاعتداء على هذه المحطات. الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الفرنسي يعني يبدو أنهم متفقين في هذا الموضوع، فأعتقد بأن الشراكة مع الفرنسيين بهذا الجانب يمكن أن تجنب العراق مخاطر يعني الاعتراضات الأمريكية، لأن الفرنسيين يرغبون في إعادة إحياء يعني أمن الطاقة على مستوى دول المنطقة. نعم. بعيدا عن الجانب الأمريكي والجانب الروسي، لأنهم فكرة محترمة دكتور. يعني قد يشتبكون في هذا الاتجاه، لكن الفرنسيين أو الصينيين من الممكن أن يكونوا لاعبين ناجحين في عملية المفاعلات، أو حتى اليابان. نعم. في إنشاء مثل هذا المفاعل في العراق ويكون للأغراض السلمية وفقط. فرنسا واليابان والصين مستعدة لإنشاء أو لديها الإمكانية لإنشاء مفاعل نووي دكتور صلاح حسب توصيف الدكتور صفوان، ولكن إذا ما رجعنا إلى البنية التحتية اللي يمتلكها العراق لإقامة هذه المفاعل النووية، يعني هل هي موجودة؟ نقصد هنا مفاعل تموز مثلا، نعيد ترميمها لو نذهب إلى البداية من الصفر لإنشاء هكذا مفاعل؟ نعم، أنا إذا سؤالي موجه أجابك جواب دقيق إن شاء الله مفيد في هذا المجال. ذكرت قبل شوية كسب الكفاءات إلى العراق. نعم. أنا كان عندي أمر تعيين كوكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عام 2005، وسعى سماحة الشيخ همام حمودي أخي من 40 سنة سعي نبيل لتفعيل القرار. القرار واجب التنفيذ، أنا عايش في بريطانيا، فإذا يتفعل أجي أعيش في العراق. وكان الآن ما عندنا أزمة غاز، لكنه لم يفعل على الرغم من تدخل سماحة الشيخ، كان هو النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي،
والقرار يجب أن يفعل، وعدم تفعيله يعرض رئيس الوزراء ووزير النفط للسجن بالمادة 329. شوف العراق ايش قد يشجع الكفاءات وما فعله، يتفعل بخمس دقائق. هذه هي البيئة العراقية. نرجع إلى اليابان. أخي اليابان قبل حوالي 7 سنين صار عندهم مشكلة، عندهم تلوث في مفاعل فوجي النووي، لوث بحر اليابان، لوث المناطق اللي داير مدايرها الأسماك. خطر هذا. أما إحنا عندنا في العراق يجب أن الحكمة التحرك بمستوى التعامل بمستوى الحال. إحنا عندنا عمليات إرهابية، الإرهابيين ممكن يوصلون إلى أي مفاعل، قنبلة واحدة يخلوها بأي مفاعل عراقي، العراق كله يتلف، حتى مكة هم تتلف بعد ماكو حاجة، المنطقة كلها تتلف. فهذا الجزء إحنا عندنا بالصناعة وبالنفط كاختصاصيين عندنا دراسة يسموها هزب. اي معمل نبني، اي مصفى نبني، اي حقل نبني، نسوي عليه دراسه يسموها الهجب الاخطار، هيلث سيفتي اند اوبرابيلتي ستدي، نشوف شنو الاخطار الموجوده الصحيه والاخطار البيئيه والاخطار العمليه. ناخذ للمصفى مثلا او الحقل النفطي بوري انبوب حنفيه، اذا انفجرت هذه شو يصير، اذا انفجر هذا الانبوب شو يصير، ونشوف الاخطار الموجوده يشتغل او ما يشتغل، نلقي الحلول. المفاعل الكيماوي تحتاج النووي، تحتاج قنبله واحده تخليه بالمفاعل يتفجر. اذا هذه ضمن المخاطر والتحديات اللي تواجه المشروع. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور المهندس صلاح الموسوي الخبير المتخصص في مجال النفط والطاقه، اثريت الحوار ضيفا كريما في الاستوديو، ودكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، شكرا لكم ضيوفنا اعزاء في الاستوديو. نتواصل واياكم مشاهدي الاحبه. السوري احتدام الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات قسد وتحذيرات من الارتدادات على الجوار. مجددا حياكم الله في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو الاستاذ محمد الربيعي الخبير الباحث السياسي والامني. حياك الله استاذ محمد. نتحدث عن اشتباك بين العشائر العربيه وكذلك قوات قسد منذ يومين، وهذا الاشتباك لا زال يتنامى. ما اسباب تفجر هذا الصراع وصول المستويات المواجهه المباشره في هذه الايام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم ولجميع مشاهدي قناه الايام. الحقيقة الخلاف والصراع الحاصل الآن في المنطقة الشرقية لسوريا، منطقة دير الزور، هي ليست قبل يومين وإنما من يوم الأحد الماضي، والخلاف حصل بعد أن استدعت قوات قسد مسؤول المجلس العسكري لدير الزور ومع مجموعة أخرى من قيادة هذا المجلس، وتم اعتقالهم بناء على توجيهات قيادة قوات قسد. هذه أشعلت نار الفتنة بين أبناء العشائر، باعتبار أن هذا الشخص هو من أبناء العشائر العربية الموجودة في منطقة دير الزور، فلذلك حصل خلاف وحصل صدام حقيقة قبل يومين أو 3 أيام، صدام أدى إلى قتل عدد كبير من المواطنين بحدود 45 أو أكثر من 45 بين القوات قسد ومن قوات العشائر. هذه الخلافات أعتقد ليست وليدة اليوم، وإنما وجود القوات الأجنبية ووجود العناصر الأجنبية من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هي التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الشعب السوري. فلذلك نستطيع أن نقول أن منطقة دير الزور هي منطقة قد تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية أو تحت سيطرة التحالف الدولي، ووجود معسكرات لقوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة هي التي أججت الحرب، باعتبار أنها دعمت
مجموعة على مجموعة أخرى، ونحن نعلم أن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجهزة تجهيز عسكري من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية، والغرض من وجود هذه القوات كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية هي لمحاربة داعش الإرهابي وعدم السماح لهذه المجاميع بالتغلغل بين سوريا والعراق أو شن هجمات على المناطق السورية أو المناطق العراقية. ولكن الحقيقة هي خلاف ذلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم في هذه المنطقة. وخير دليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الخلاف بين أبناء العشائر وبين قيادة قوات قسد لم تحرك الولايات المتحدة الأمريكية أي ساكن، ولم تعمل على إيقاف هذه المشاحنات أو هذه الخلافات، ولو أرادت ذلك لعملت عليه، ولكن نحن نعلم أنها تريد زيادة الخلاف من أجل السيطرة على المنطقة، خاصة المنطقة شمال شرق سوريا. أمام المعطيات المتوافرة على الأرض أستاذ محمد، خصوصا في الشرق السوري، أكو مظاهرات في السويداء، هل هنالك من يريد أن يحاصر سوريا من ناحية عسكرية ومن ناحية سياسية أيضا؟ بعد أن استقر الوضع الأمني في سوريا حقيقة، نحن قلنا ونقول أن تواجد القوات الأجنبية من قوات تركية وقوات أمريكية وقوات تحالف داخل الأراضي السورية هي سبب المشكلة الكبرى في عدم استقرار أمني لسوريا. فما حصل في منطقة السويداء من تظاهرات، والتي لا تزال هي منذ حوالي أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع، هو بسبب الوضع الاقتصادي التي تمر به سوريا. والوضع الاقتصادي أيضا نعود ونقول أن سيطرة الجانب الأمريكي والجانب التركي والضغط الاقتصادي على سوريا والحكومة السورية أدى إلى ما أدى إليه من قيام بعض المواطنين في منطقة السويداء بالتظاهر، لأن الوضع الاقتصادي حقيقة الوضع الاقتصادي في سوريا وضع يعني لا تحسد عليه، ووضع بائس جدا، وأبناء الشعب السوري يعيشون وضع غير طبيعي، لأنه أولا الرواتب قليلة، الوضع الاقتصادي غير جيد. كل ذلك لو تركت الولايات المتحدة الأمريكية وتركت تركيا الأراضي السورية وجعلت أبناء الوطن يتعايشون فيما بينهم لعاد الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل عام 2011. دور تركيا لما تدفع باتجاه الاقتتال والتخلص من قسد أمنيا وأنقرة اللي طال انتظار يعني هذه الإجراءات، كيف تلخص الدور التركي وتدخلها في هذا الملف أستاذ محمد؟ تركيا حقيقة لديها مخاوف من وضع البككة الموجودين داخل الأراضي العراقية أو على الحدود العراقية التركية والسورية، باعتبار أن قسد تدعم البككة وتعمل ضد تركيا. ولذلك تركيا أيضا وكما قلت قد عملت على استقطاب مجموعة من أبناء الشعب السوري وكونت جيش في المناطق، في مناطق منبج وغيرها من المناطق الأخرى، وأكثرهم من حقيقة من الأكراد أو غير الأكراد. هذا الموضوع أدى إلى أن تكون هنالك أيضا خلافات بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب، باعتبار أن تركيا تدعم القوات السورية كما تسمى الجيش السوري الوطني، والولايات المتحدة الأمريكية تدعم قوات سوريا الديمقراطية. هذه هي لب الخلاف الموجود داخل الشرق السوري، والذي أدى أيضا إلى أن هذه الخلافات، وكما يدعي الطرفين بأن الوضع الأمني بسبب وجود قسد وبسبب وجود القوات المدعومة من قبل تركيا، والتي أدت إلى زيادة هذه الخلافات. الحقيقة هذه الخلافات ليس في صالح أبناء الشعب السوري، لأن الآن الصراع الموجود داخل الشرق السوري قد امتد إلى أكثر من منطقة، وأبناء العشائر قد سيطروا على كثير من القرى والمدن التي كانت تسيطر عليها قوات قسد. وأيضا الآن تقول العشائر بأن قوات القسد والجيش السوري
هم متحالفين ضد العشائر العربية في هذه المنطقة، ولذلك أبناء القبائل والعشائر السورية أيضا وقفت إلى جانب العشائر في منطقة دير الزور، وهذا أيضا سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل سوريا. طيب، يعني هذه الأحداث وهذه الصراعات لما تكون متسارعة، هل تنذر بحرب عربية كردية في الشرق السوري؟ بالتأكيد، يعني هذا أنا قلت إن ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جيش سوريا الديمقراطية بالتأكيد، والآن بعض العشائر والقبائل السورية ليس في منطقة دير الزور فقط، وإنما من مناطق أخرى ومحافظات أخرى قد أرسلت تعزيزات وأسلحة إلى العشائر الموجودة في دير الزور، فلذلك هذه التحركات قد تنذر بخلاف وتنذر بحرب بين العرب والأكراد في هذه المنطقة. ونحن نعلم أن العشائر الموجودة في دير الزور تتهم الحكومة السورية بالوقوف إلى جانب قسد، باعتبار أن هذه المنطقة تسيطر عليها قسد، وقسد الآن تعمل ما تعمل في الشرق السوري. يعني قسد أيضا سيطرت على منابع النفط في منطقة دير الزور، وهذه أيضا أثرت على الاقتصاد السوري. الشعب السوري يريد الاستقرار، يريد الأمن، ولكن الحقيقة من يدعم بتأجيج الخلاف هو الأطراف الخارجية الموجودة داخل الأراضي السورية. لغاية الآن، يعني إذا كان الضيف انضم معي عبر سكايب، عبر الهاتف ينضم معي السيد محمد عباس اللواء المتقاعد والخبير الأمني من سوريا. حياك الله سيادة اللواء. لغاية الآن أمريكا لم تتدخل نهائيا في موضوعة الاقتتال والمعطيات الميدانية في الشرق السوري، لما تتحدث عن هذه المواجهات بين العشائر العربية وقوات قسد، ماذا تنتظر أمريكا من عدم تدخلها؟ حقيقة أعتقد أن أمريكا لا، يعني ليس انتظار وعبثا في تصوري أن أمريكا الآن تنتظر أن ينجلي الغبار لطبيعة الصراع القائم بين النتائج التي تصرفت بها قسد ضد أهلنا في دير الزور وممارساتها في هذه المنطقة، وأيضا العدوان الأمريكي الذي يحصد الآن نتائج سلوكه ضد أهلنا في دير الزور. العشائر السورية اليوم، العربية السورية في دير الزور اليوم في حالة هبة، فزعة، في حالة موقف أستطيع القول أنه فزعة عشائرية قبائلية إيجابية. اليوم هذا السلوك نعول عليه اليوم في أن يتحول إلى أو يتبلور أو ينتج عناصر جديدة من عناصر الصراع ضد المحتل الأمريكي وضد ما يسمى بقوات قسد في المنطقة. الأمريكيون اليوم ينتظرون ما هي النتيجة التي سوف تنجلي عليها هذه العلاقة أو هذا الصراع، خاصة وأن قسد لا في موقف الخارج. العشائر تمتد على امتداد الطريق باتجاه دير الزور من شوارعين باتجاه دير الزور، وهذا الطريق الآن لن تعد قوات قسد قادرة على إمداد عناصرها أو وحداتها في هذه المنطقة. وفي تصوري الأمريكي يحاول أن يستثمر في النتائج التي سوف تتمخض عنها نتيجة هذه الهبة أو الفزعة. الآن هل يمكن لهذه الهبة أو الفزعة القبائلية والعشائرية أن تتحول إلى منتج وطني؟ هل يمكن لها أن تكون عنصرا رافعا للهوية الوطنية وللكرامة العربية التي استبيحت منذ 10 سنوات من قبل قسد ضد العنصر العربي في هذه المنطقة؟ هل يمكن لنا أن نقول أن هذه العلاقات سوف تنتج صراعا جديدا تواجه فيه المحتل الأمريكي؟ في تصوري أنها كلها عناصر إيجابية يمكن لها أن تكون في هذه المنطقة وأن تنتج نتائج لصالح الصراع، لصالح المواجهة ضد الأمريكيين. وفي اعتقادنا أن الأمريكي يحاول الآن أن يصل إلى نتائج إيجابية. طيب، وهذه النتائج الإيجابية لن تكون لصالحه. طيب، هنا أستاذ محمد، يعني إذا ما تدخلت أمريكا، هل هذا التدخل راح يعطي مبرر لتدخل روسيا؟ أستاذ أحمد، أيضا لا أعتقد، يعني لا. استكمالا لحديث لا أعتقد ذلك. نعم،
استقبال لحديث ضيفك الكريم. حقيقة الولايات المتحدة الآن في حالة ترقب لما يحصل في منطقة دير الزور، والولايات المتحدة الأمريكية لم تدعم قسد لسبب معين، هو أنه منذ 10 سنوات قسد لم تستطع أن تثبت قوتها وجدارتها ضد الحكومة السورية، ولم تحقق نتائج حقيقة ملموسة. لكن الآن الخلاف عميق بين قسد وبين العشائر العربية، وقد تفضي هذه الخلافات وهذه المعركة إلى انتصار العشائر العربية على قسد، وبذلك من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم العشائر العربية في هذه المنطقة وتترك قسد وتذهب في مهب الريح. بالنسبة إلى سؤالك، حقيقة التدخل الأمريكي الآن في منطقة دير الزور ويقابلها تدخل روسي أيضا، هنالك الآن طيران روسي يقوم بقصف المناطق التي تتواجد فيها العشائر العربية والتي تتواجد فيها القوات قسد. إذن قد يكون يفضي الخلاف إلى مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا في هذه المنطقة، لأن روسيا ليس بصالحها أيضا أن تفقد هذه المنطقة رغم وجود القوات الأمريكية فيها والعناصر التي تنتمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. لكن إذا امتدت الخلافات وإذا سيطرت العشائر العربية في هذه المنطقة على دير الزور، من الممكن أن تتحرك هذه العشائر إلى مناطق أخرى، وبالتالي قد تفقد روسيا سيطرتها على عدد من المحافظات في المنطقة الشرقية لسوريا. من القادر أستاذ محمد عباس على تهدئة الحال، أو نتحدث عن حسم الصراع في المنطقة، الرصاص أم الحوار؟ لا أعتقد أن هنالك مكانا للحوار بين قسد والعشائر العربية في دير الزور، لأن قسد أحرقت كل أوراقها وأحرقت مراكبها من خلال سلوكها المهين للقبائل العربية والعشائر العربية في منطقة دير الزور، وبالتالي اعتقد ان وقت قصاص بات واضحا بين قسد وبين القبائل العربيه في دير الزور وقسد، وبالتالي انا اعتقد ان هذه المعركه سوف تنجلي عن خروج قسد من المنطقه، لكن هنالك مخاوف جديده. هل امريكا سوف تستعين بقوات الصناديد التي انتجتها في منطقه التنف من عناصر داعش وقسد وعناصر اخرى تم تشكيلها في هذه المنطقه؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، لماذا تقول الان اريد ان اضيف شيء ما قاله ضيفكم من بغداد، لماذا تتحرك الان مجموعات اخرى في منطقه منبج اللي باسم عشائر عربيه وقبائل عربيه للاستيلاء على مواقع لقوات الجيش السوري ومواجهات جديده في منطقه منبج؟ هذه اشاره استفهام، هل يراد لها استغلال اللحظه والاستفاده منها والتوسع لصالح تركيا في هذه المنطقه؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، اعتقادي ان الامريكيين ما زالوا في انتظار النتائج، لكنهم في تصوري سوف يحاولون دعم العشائر والقبائل العربيه من اجل استقطابها ومنع ميلانها او منع توجه هذه القوى او قدرات العشائريه القبليه العربيه ان تتجه باتجاه دوله سوريا. وهنا اشاره استفهام، عندما نتحدث عن هذا الموقف فنحن ننتظر من هذه العشائر ان يكون لها موقف عشائري قبلي ينضوي في اطار العشائر والقبائل السوريه التي اعلنت رفضها للوجود الامريكي. الاستاذ محمد الربيعي، يعني لما يتفضل الاستاذ محمد عباس بالانتشار والتوسع بالرقعه الجغرافيه، خلينا نوسع هذه النظره بدقيقه واحده، هذه الاحداث راح تتوقف تاثيراتها على ضفاف الفرات في الشرق السوري ام راح تتعداها لتصل الى جوار هذا الشرق؟ لا بالتاكيد، يعني احنا مخاوف بالنسبه الى العراق باعتبار انها المنطقه محاذيه للعراق، والخلاف الان هو خلاف داخل العمق السوري وبعيد عن الحدود العراقيه السوريه. الحدود العراقيه السوريه مؤمنه، ومن الممكن ان تدخل القوات الامنيه العراقيه اذا كان هنالك اعتداء على الحدود العراقيه السوريه، ولكن
المخاوف من دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعشائر العربية ودعم وتحريك العناصر الإرهابية من داعش في هذه المنطقة قد تؤثر على الحدود العراقية السورية. يعني مخاوف العراق ليس من القبائل العربية السورية أو العشائر السورية في هذه المنطقة، ولكن مخاوف العراق من تحرك عناصر داعش الإرهابية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية على الحدود العراقية السورية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الربيعي الباحث السياسي والأمني، أثريت الحوار ضيفا كريما في الأستوديو، والشكر الموفور لحضرتك انضممت معنا عبر الهاتف من سوريا الأستاذ محمد عباس اللواء المتقاعد والخبير الأمني. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.